طلع. بس من وين دبر المصاري؟ معقول يكون باع البيت لهديك الحية وعطته اياهم؟ سهيل عطا اياهم. جميلة! يلا عثمان تعال معي، تعال خلينا نطلع لفوق ونلعب بالسيارات، يلا ابني الكود لشوف الكود، خليني امسك، يلا يلا. جميلة 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 وقفي جميلة استني جميلة 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 علي مو شايف المخلوقة خايفة منك؟ شو بدك منك؟ اركب حالة بقى، ولك ليش اجيت لهون؟ شو صار لك؟ بعد عنك اركب حالة بقى. لا تلمسني، بعد عني. أمي لا أمي علي بستعني. علي خلص لا تقرب ثانية بدي احكي معاك. جميلة جميلة اسمعيني شوي بس بدي احكي معك. جميلة هذا الولد ابني كمان، الله يخليك جيبي الولد بترجاكي. جميلة هذا الولد ابني كمان وانا اللي راح اتحمل مسؤوليته. الله يخليك جيبي للولد. الله يغضب عليك يا علي. جميلة علي روح من هون. جميلة اسمعيني علي روح. جميلة اسمعيني شوي. روح من هون بقى واتركها، الله ينتقم منك. اعطيني فرصة أخيرة جميلة. لك روح من هون. روح شيل ايدك عنا. اتركيني صلي خلصي بقى. اتركني بحالي. بترجاكي خليني أعمل شي منيح مرة بحياتي. جميلة بترجاكي. جميلة كرمال الله أعطيني فرصة واحدة خليني صلي خلصي معك. خليني احس اني انسان، خليني احس اني رجال، خليني اصلح غلطي. شيل ايدك عني. بكفي علي. جميلة ما بدي اياك، ما بدي اياك. ساعدوني ساعدوني. لا تقربني لا تقربني لا تقربني. حبيبتي يا ناس حبيبتي. جميلة إذا لمست هالمرة عيونك بدي شيلها. يلا بعد عنا يلا. هذا شو عم يعمل هون؟ أنت شو عم تعمل هون ولا؟ ها؟ وليش عم تدخل بيننا؟ قومي قومي مع بنتي. يلا شوف هذا الولد. يلا قومي. الدائرة حتساعدني. الدائرة حتساعدني. الدائرة حتساعدني. الدائرة حتساعدني. الدائرة حتساعدني. أنت منيحة؟ الدائرة حتساعدني هي قالتي. حرام جميلة. خلاص الدائرة حتساعدني. الدائرة حتساعدني. أمي أمي أحمد أحمد شو صاير هون؟ الوضع مكركب، اطلعي هلا شوفي أمك. جميلة جميلة بترجاكي لا تسقطي. إذا ما حملت حالك ورحت صدقني ما رح أرحمك. لا تقتلي هذا الولد جميلة. شو ما سمعتني عم بقلك روح من هون. يا أمي
انت منيحه؟ احمد شو كان عم يعمل بالمستودع؟ كان متخبي. نحن اللي فينا مو مكفينا يا عمري. امي لانهم عم يلاحقوا وبعدين بدهم يقتلوه. بترجاكي خليه بس هاليومين وبعدين بيروح. وإذا إجانا وجع راس لأنه مخبينه بنتي، بالنهاية أحمد شاب غريب. مو بالنسبة إلي. أمي، بس هاليومين. بس هاليومين. لو سمحتي. أحمد. نعم. تعال لفوق. لفوق؟ أمي حابة تحكي معك شوي. المسدس لساته معك؟ خبيته بالمستودع. إيه أحسن، تعال. ما فينا نقول انك ضيف جديد. حكيت لي نيفين انه صار لك فترة قاعد هون بالمستودع بس نحن ما عنا علم. انا بعتذر كثير. عن جد ما كنت بدي سبب لكم اي ازعاج وما كان عندي نية سيئة بس مو مشكلة. وانا بكرر اعتذاري. انا هلا رايح فورا. اصلا انتوا اللي فيكم مكفيكم. ما بدي تقل عليكم اكثر. اصلا الفكره كانت غبيه وانا غلطت كثير بس انا ندمان وبعتذر. احمد رح تضلك هون بس مدام انت ضيف عنا فلازم تقعد ببيتنا مو بالمستودع. قالت لي نيفين انه امورك رح تنحل خلال هاليومين وبعدين رح تروح. يعني انت بهدول اليومين رح تكون ضيفنا وتقعد عنا بالبيت. ماشي؟ شكرا لك. ما رح انسى اللي عملته معي قبل شوي وانا اللي بتشكرك كتير. من شوي ونحن عم نتخانق مع علي عيطنا وكمان حكينا حكي ما لازم ينحكى. انا سمعت صريخ حضرتك وبس ولهالسبب انا طلعت وما سمعت اي شيء. بنوب مرحبا يا جماعة. في عنا ضيوف؟ أحمد ما بتعرفه؟
بعرفه. أهلا وسهلا أخ أحمد. أهلا فيك. بتحب فرجيك سيارة الشرطة؟ عثمان حبيبي أنا فيني أشوف أي سيارة تانية غير سيارة الشرطة. يلا حبيبي تعال شوفوا.